أمرت. معلوم أن الذي أمره هو الله تعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أمرت معلوم أن الذي أمره الله تعالى، لأن اللفظ مبني للمجهول، أمر وتاء المتكلم مرفوع لأنه نائب فاعل، والفاعل هنا معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس، والمقصود بالناس هنا أي الذين لا يؤمنون بدعوة الله تعالى، وهذا فيه تفصيلات ذكرها أهل العلم. التفصيل الأول أن الأصل تبليغ دعوة الله تعالى، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فاصدع بما تؤمر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فأنت تبدأ بتبليغ دعوة الله تعالى، لا يجوز لك ابتداء أن تقاتل الناس. فإذا لم يقبل الناس دعوة الله تعالى فإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذلك قال ابن عثيمين: في أخذ الجزية لا بد أن يكون هناك شيء إذلال بالنسبة للذي يعطي الجزية، مش يرسل لك مرسال ولا أنت تستقبله بإكرام واحترام زائد، وإنما تزله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كذلك من التفصيلات أن الذي يقوم بهذا الأمر هو الحاكم وليس عامة المسلمين، فليس لعامة المسلمين أن يقاتلوا الناس، وإنما الذي يقاتل الناس هو الحاكم. ده أمر مهم. كذلك من التفصيلات أن الحاكم وأن المسلمين إن كانوا في ضعف فإنهم كما قال ابن تيمية رحمه الله يعملون بالآيات التي جاءت في وقت الضعف بالصبر وإلى آخره، وإنما هذه الأحاديث تطبق في حال القوة لأنها مبنية على القوة وتحتاج إلى القوة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. في بعض الناس قالوا المسألة دي بالخيار، الدارس لمسلم والدار يكفر يكفر، واستدلوا بآيات وما فهمين الآيات ولا وضعها في غير موضع. يقول لك الله قال في القرآن، تلقى الكلام ده في الجامعات وفي غير الجامعات، وراءوا ناس وصلوا درجة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. يقول لك الله قال في القرآن: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي ما على سبيل التخيير، وإنما هذا التهديد والوعيد، لأنه باقي الآية تبين إنه ده فيه وعيد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لو كان أصلا على سبيل التخيير ما كان في وعيد، لكن ده من باب التخويف والتهديد والوعيد. زول يقول لك يا زول أعمل كذي، بعدين ما دار تعمل على كيفك، أعمل ما تعمل بعد على كيفك، هل ده خيرك ولا خوفك؟ ده تخويف، ده تخويف وتهديد. لذلك دي ما حجة أصلا. وإلا لو أن هذه الآية من باب التخيير لما كان هناك فرق بين المؤمن والكافر. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
مسألة دي ما على الخيار يا ناس. واحد. الدليل الثاني قالوا الله في القرآن سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قالوا ده دليل على انه انسان مخير، الدار يكفر يكفر، والدار يسلم يسلم، والدار يبقى يهودي يبقى، والدار يبقى. وده كلام باطل، ده كلام باطل. وترجع التفسير، بس ارجع تفسير ابن كثير، خلي باقي التفاسير الثانية. قال الآية دي فيها طوائف من العلماء تكلموا فيها. الطائفة الأولى قالوا هذه الآية منسوخة، والدليل على نسخها آيات القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، في سورة الأنفال، ويكون الدين كله لله، وفي سورة البقرة ويكون الدين لله، فإن انتهوا عن الكفر والباطل، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فدي قالوا الآيات دي وغيرها من الآيات، وزي الآية الجبال ذكرنا دي دليل على أن هذه الآية نسخت، لا إكراه في الدين. في قول آخر قالوا ليس المقصود بأن الآية نسخت، ودائما انت لما تلقى أقوال في الآية، في أقوال بتشير إلى النسخ، وفي أقوال بتجمع بين النصوص، دائما تأخذ الآيات الأقوال اللي بتجمع بين النصوص، لأن ابن عثيمين قال لأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ الأول والمتقدم والمتأخر. قال ابن كثير قال المقصود بالآية، في قول من أقوال العلماء قالوا الآية ما منسوخة، لكن المقصود بها لا إكراه في الدين، أي أن الدين لقوة حجته وبلاغته لا يحتاج إلى إكراه في الإقناع، مش في إسلام الناس، لكن الدين ده شدة ما واضح ما بيحتاج يتموه بالقوة، هو براه حجة واضحة وقوية. والدليل على التفسير ده ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل يا رسول الله، بتلقى في تفسير ابن كثير أرجع عليه، قال يا رسول الله إني أريد أن أسلم ونفسي تكره ذلك، قال أسلم حتى لو نفسك كارها، وشنو أسلم، بعد تسلم الله بيشرح صدرك للخير، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. عشان كذي المقصود بالآية أن هذا الدين لكمال حجته ولبلاغته لا يحتاج إلى القوة حتى يسلم الناس ابتداء. والدليل على التفسير ده باقي الآية، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين واضح بالبيان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالحديث ده قائم، ما هو ذول أبى أن يكون عبدا لله الذي خلقه، عشان كذي ده يجازى بأن يكون في رق المخلوقين، أبى بأن يتذلل لله تعالى فيزل من قبل المخلوقين، ده المعنى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة بس لا، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، عشان كذي ويقيم الصلاة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لرياض الصالحين في موضع آخر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي البلدة وأهل القرية، قال فينتظر إلى الفجر، فإذا سمع الأذان تركهم لم يقاتلهم، وإذا لم يسمع الأذان غار عليهم. عشان كذا الصلاة دي مانع حاجز الصلاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة مانعي الزكاة، دي واضحة جداً.
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. في كتاب اسمه السياسة الشرعية، الكتاب ده فصلوا في الصلاة وفي إنه القرية ذاته إذا منعوا الأذان وما منعوا، فيه تفصيلات كثيرة، لكن نحن نكتفي بس بما يفيد الآن المستمع. قال: ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديث رواه البخاري ومسلم. في سؤال: لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقية أركان الإسلام من الصيام والحج؟ الجواب: لأنه يحتمل أن هذا الحديث قيل قبل فرضية الحج، لأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وأما الصيام فإن الصيام أمر خفي، ولكن الزكاة يأخذها الحاكم، ده من فعله. طيب: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا مني دماءهم وأموالهم أي صارت حراما على الحاكم أن يعتدي على أموالهم وعلى دمائهم. فإذا اعتدى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم لمعاذ رضي الله عنه: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإذا اعتدى فإن الواجب على الناس الصبر والمناصحة بالتي هي أحسن، وسرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس: من كانت له نصيحة لذي سلطان، إلى آخره. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طيب، قال: إلا بحق الإسلام، يعني دماء وأموال معصومة إلا بحق الإسلام. من حق الإسلام أن الذي يعتدي على الدماء يقتص منه، ده من حقوق الإسلام، أنه يقتص من الذي اعتدى على الدماء. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن، إلى أن قال: والجروح قصاص، وذكر: والأذن بالأذن. طيب، والجروح قصاص. ومن حق الإسلام تطبيق الحدود، وسيمر بنا إن شاء الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. دي بتخش في حق الإسلام: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق شنو؟ للجماعة. فتطبيق الحدود فيه حق الإسلام، وفيه أن بعض الناس ماله ودمه لا يعصم في بعض المواضع، في بعض المواضع. قال: وحسابهم على الله تعالى. قوله وحسابهم على الله تعالى دليل على أن الحاكم يأخذ بالظاهر، يأخذ بالظاهر، إلا في بعض المواضع. ابن عثيمين في أواخر شرحه لرياض الصالحين قال: في بعض المواضع بتأخذ فيها بالقرائن، وقال: القرائن القوية. قال: القرائن القوية. استدل بأدلة، من ضمن الأدلة وده مناسبة الدليل، قصة المرأتين اللتين كان عندهما طفلان، ففقد أحد الطفلين، ثم أتتا إلى نبي الله داود عليه السلام، وكانت الكبرى منهما تحمل الصبي، صبي صغير، وبعدين دي شايلاه. فحكم داود عليه السلام بما ظهر له أن الطفل للكبيرة لأنها هي شايلاه، ده الحق مع الظاهر.
ثم ذهبت المرأة وأختها والمرأة الأخرى ذهبتا إلى نبي الله سليمان عليه السلام، فأمر بالسكين، قال أتوني بسكين حتى أقطع الغلام بينهما. فقالت الصغيرة هو لها، خافت على شنو؟ على الطفل. قال فحكم سليمان عليه السلام للصغيرة بالولد، شال الولد من الكبير. ابن عثيمين قال ده الحكم بالقرينة القوية، لو في قرينة قوية تحكم بها، واستدل بأدلة كثيرة، أدلة كثيرة استدل بها، بعضها في القرآن وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وحسابهم على الله تعالى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه يأخذ بالظاهر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر. سبب القتال الكفر، الناس القاتلون ليه؟ لأنهم وقعوا في الكفر، وقد يكون الكفر ظاهر وقد يكون خفي. الكفر الظاهر ده يقاتل صاحبه، أما الذي أخفاه فإن حسابه على الله تعالى، والواجب على المسلمين أن يعاملوا الذي أظهر الإسلام بظاهره. بعض الناس يقول لك ها يعني معناه زول قال أشهد أن لا إله إلا الله ده خلاص مسلم، تاني لو عمل أي شيء ده مسلم. لا، غلط. ده ما المقصود في الحديث، المقصود إنه زول لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ده بعد ده عصم دمه وماله. ليه يا ناس؟ لأن الزول ده في الظاهر نطق بالشهادة قولا، وفي الظاهر فعلا قام بمقتضى الإسلام، أقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. لكن الزول اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وفي الشدائد ينادي غير الله، ده يجيبوا يستتيبوا، ولا زول تبتنادي غير الله. آي قال الله تعالى في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي الكافرين المشركين الذين أخذوا حق الله وأعطوه لغير الله سبحانه وتعالى ظلما وجورا. يقول لك لا أصل ما بخليهم أنا كذب، بس ده يطبق فيه الحد، لكن ده منو اللي بيطبق فيه الحد؟ ما أنا ولا أنت، وإنما الحاكم. إن احنا ما بنبقى زي الدواعش والتكفيرين تشيل لك بندقية تضرب الناس، بقول أنا اللي بطبق وأنا اللي بعمل وكذي، لا، وتظلم الناس، وإنما الذي يطبق الحد الحاكم. والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا، وكان مازال ساي كان ضرب عنقه، بعد ذلك قال لا أنا طبقت الحد، وإنما قال دعني، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، وأدلة كثيرة، قال له يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا، وكلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الوكل، أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، طبق فيها الحد. فما يزول بيطبق الحد، إنما الذي يطبق الحد الحاكم أو من وكله الحاكم بأمر من الحاكم. أدلة كثيرة. طيب، الحديث ذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الآمر الناهي هو الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، فدل على أن الذي يأمر وأن الذي ينهى هو الله وحده لا شريك له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أو نهى فإنما ذلك من الله تعالى، وله رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يأمر وله أن ينهى، أن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وآيات منها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، الفائدة الثانية أهمية الدين
وعظم الدين، حتى أن النفس إذا تركت الدين صارت مباحة الدم والمال. الدين ده ما أعظم من النفس، عشان كذي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لو كانت النفس أعظم من الدين لحرم قتل النفس إذا ضيعت الدين، ولكن لأن الدين أعظم عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أن الذي يقوم بالحدود هو الحاكم، وأن عليها أن يأخذ بالظاهر. الفائدة التي بعدها أهمية الصلاة والزكاة. الفائدة التي بعدها أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى، أي ما في بواطنهم. المنافقون كانوا يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم، ويقولون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوف، شهادة وشهادة، شهادة شهد بها المنافقون يدعون الصدق، وأبطلها الله بشهادته سبحانه وتعالى. قال: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. ما قال له: والله يشهد إنك لرسوله، ده أمر مفروغ منه، والله يعلم إنك لرسوله، كلام ده ما حق إنك أنت الرسول. لكن قال له: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد، ما قال والله يشهد على كذب المنافقين، قال والله يشهد إن، للتوكيد، إن المنافقين لكاذبون، واللام برضو للتوكيد، هم أكذب الخلق